هذاك اذا جيت الجيج اللي قلت النخوه ما كانش، وينه اللي استقبل خير الدين وعروج، وينه اللي قاد المقاومه هذه لقرون؟ راح انا باسي وراح نروح لي انا جيراننا الهيفيه في اسطوالي كاع نجيج له اصدقائنا، واحد نسرو عليه كذا، واحد ما عادش يبيعونا كاع، يغلقوا علينا الابواب. ايوا انا عطينا لكم كزانات اليوم كلمه باش تهزوها، خاطر الخطاب اليوم ما فيش حاجه لكم. اذا نقسم محاور الخطاب، محاور برنامجي مرشحنا عبد المجيد تبون على عموم الولايات. منطقه نتكلم عنها عن الانتاج الصناعي، مع منطقه نتكلم فيها عن الانتاج الاقتصادي، منطقه نتكلم فيها عن التماسك المجتمعي، منطقه نتكلم فيها عن التضحيات، منطقه نتكلم فيها عن الخيرات، منطقه نتكلم فيها عن الطاقات المتجدده، منطقه نتكلم فيها عن الطاقات الاحفوريه، منطقه نتكلم عليها عن الدفاع عن السياده، منطقه نتكلم فيها عن السياحه، منطقه نتكلم فيها عن إدارة شؤون الأمة الجزائرية. فبرنامجه كبير وثري ومتنوع، ولا نستطيع أن نلقيه في خطبة واحدة، لذلك أقسم الخطاب من ولاية إلى ولاية حسب احتياجات هذه الولاية وحسب الظروف التي يسمح بها. فنستلوا نتاعي، على خاطر راني كي نوصل صلاة الصبح نبدا نكتب في الخطاب نتاعي، ما لقد وين نحبس الستيلو نتاعي.